اليوم واضح هناك أحزاب معينة تهيمن على المنافذ الحدودية، وهناك اقتسام للأموال ما بين هذه الأحزاب، ربع يصل للدولة وثلاثة أرباع يوزع ما بين هذه الأحزاب. الأمر الآخر، يجب أن يكون هناك سلطان للدولة، قدرة على تنفيذ القانون في المنافذ الحدودية لكي تمنع هذه العملية، عملية سيطرة الأحزاب على المنافذ الحدودية. الأمر الآخر، لابد أن يكون هناك قرار سياسي من كافة الأحزاب أن توقف سرقتها للمال العراقي، سواء كان بالمنافذ الحدودية سواء كان في وزارات الدولة عبر أدواتها التنفيذية. هناك ثلاث أحزاب مهيمنة على المنافذ الحدودية هي التي تقوم بسرقة أموال الشعب العراقي. هذه تدخلني في متاهة أنت أقول لك من أحزاب. كل حزب يعلم كيف يتم سرقة المنافذ الحدودية وكيف يتم سرقة النفط العراقي أيضا، وليس فقط المنافذ الحدودية. وبالتالي على الأحزاب أن تتحمل مسؤوليتها، وهي أمام انتخابات، أن توقف هذه المافيات.